صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أورد الناظم في البيت من به أذى من شبق أنه يفطر ويقضي ولا يدي. السؤال: ما حكم الزوجة؟ أيكون حكمها حكم زوجها أم تختلف عنه؟ تقضي اليوم وليس عليها كفارة، لأن هذا للضرورة. وين يروح إذا منعت الزوجة؟ وين يروح؟ نعم، لا، هذا للضرورة على الزوج والزوجة، يقضيان اليوم وليس عليهما كفارة. نعم.